السلام عليكم متابعين موقع طنجاي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو طنجاي. دابا كنتواجدوا في الشارع اللي تمثل فيه مسلسل ديال الدار النصر بمناسبه. والحمد لله كل شيء كيجي يمثل عندنا في طنجه. اليوم غادي نشوفوا الاجواء اللي كاينه في طنجه، ومن بعد كيمثلوا الافلام واش كاينه شي رواجه ولا ما كاينه والو. خاي حمزه يا لبحان. شعلة ديكور اخاوه، شعلة ديكور هنايا زايد هذه قبيله. يا ود مرحبا هنا دابا ديك هاي سنتر هنايا ديك هادو ملاعبيه ديالنا، هادو طنجاوه ديالنا عاود كيلعبوا كره هنا. تبارك الله. الله يبارك فيك اخي. خاهي سمع مسقسك، ملي كيجيو الافلام يتمثلوا هنا في طنجه، واش نتوما بيع وشري كتحرك عندكم شي حاجه اقتصاديه هنا؟ ومن ناحيه واحد الشيء بالنسبه للافلام ديال النصارى، بحال مثلا افلام امريكانيين كانوا دازو هنايا، رونالدو كابريو، مايك دايمن، كانوا على الاقل كيجيو كيعلموا كتشد وكتجمع. عندنا واحد الفرحه كبيره، هذا النهار ديالك كتديه حق بالنسبه للافلام ديال المغاربه. مع هذا مؤخرا كانت مثل هنا واحد فيلم اللي هو معروف دابا هو دار النصر، من بعد من واحد الضجه كبيره في طنجه. واش ديك فيلم جاب واحد الكليه هنايا طنجه؟ هي بالنسبه دابا المشاهده ديال التلفازه حق بالنسبه حنايا، بالنسبه لينا حنايا ما كنستافدوا منه حتى شي حاجه صراحه. اللي اغلبيه اللي يستافدوا معاه بحال نقولوا مثلا ممثلين ولا الناس اللي كيهزوا ماتريال ولا وديك الشيء قليل، ماشي زعما تقول حق بالنسبه للافلام ديال النصارى هما الرقم واحد. انت سبق لك شاركتي في شي فيلم ديال النصارى؟ انا كنت اغلب واحد النوبه كنت شاركت في الافلام هنا، كان وقيله في 2007 كان جا، وكان بقاو شي تقريبا شي شهر كان رمضان، وكنا دينا معهم واحد البركه وجمعنا ومن نهار ريحنا وما خدمنا ما والو ودينا واحد البركه. بالحق بالنسبه للافلام المغاربه ما كاين والو. واحد الفيلم كنا دينا فيه واحد 200 درهم ديال معطف ابي، كان داز هنايا، كنا جمعنا تقريبا شي 3 ايام هيدا وحنايا وما كيمثلوا هنايا، دينا معهم شي 20000 درهم، داكشي اللي عطاونا. وقال لك ولا بغيتي ما بغيتيش يعني ما تفرجش كاع مره وما تخدمش كاع، حنا عندنا قوانين وعندنا الرخص وعندنا كداش. احسن افلام هما الامريكانيين كيعلموك وكتستافد ماشي حاجه اخرى. تبارك الله عليك. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سوق الداخل منور. منور دائما منور سوق الداخل. اليوم معنا واحد الموضوع نسقسك على الافلام اللي كيتمثلوا في طنجه. نعم. واش كيجيبوا لكم شي دابا نتوما كتبيعوا وتشريوا، واش كتكون عندكم شي حاجه اقتصاد هنا يعني الناس كيجيو والسياحه كتجي؟ الاستفاده اللي كنستافدوا بهاد الافلام اللي كيجيو مثلا اجنبيين كنساعدوهم مثلا كيعملوا ديك الدعايه، والناس كتستافد من ديك الدعايه وكتجي السياحه الداخليه والخارجيه، فهمتي كيفاش؟ وكيوقع واحد التحرك نسبيا، فهمتي كيفاش؟ هادو هما بالنسبه للافلام ديال الاجنبي. اما ديالنا هنايا مساكن الله يهدينا ويهدي مصطفى، البركه كتكون قليله ضعيفه ولكن الحمد لله. دابا واحد الفيلم اللي تمثل هنا في طنجه هو ديك دار النصر، تبارك الله يعني تشهر في المغرب كامل. نعم. واش مور ديك الفيلم جاو الناس زاروا طنجه انتم تحركتوا عاود شويه؟ فعلا فعلا كاين ديك البركه، ديك البركه انا قلت لك كيجيو الناس، لان الناس ملي كيسمعوا داك الشيء كيشوفوا في الاعلام وداك الشيء هذاك كيستافدوا من تمايا وكيجيو، وخا ما عمرو وصل طنجه كيجي لطنجه، فهمتي كيفاش؟ كيجي يكتشف عاوتاني كيشوف، لان خصو يشوف طنجه ويشوف المدينه القديمه، وكيشوف مثلا القهوه الحافه، وكيشوف مثلا هنايا المدينه القديمه هنايا، فهمتي كيفاش؟ وكيعجبهم يدوروا ويصوروا ويشوفوا، ولكن كيبقى واحد الرواج نسبيا. نسينا هنا، واش سبق لك مثلتي في شي فيلم ولا ما هي كيجي؟ لا انا ما عمري مثلت شي فيلم، سبق لي حضرت هنا في الافلام كانوا كيمثلوهم هنا، ولكن انا ما نقدرش نشارك لان ماشي المهنه ديالي، ما نقدرش نشارك معاهم. سنو قيل هذه الافلام ما كتفرجش فيهم؟ لا انا ما عندي قرار في الافلام، يلا يهنيهم، انا كنتفاهم معاه لكن شي حاجه ديال المعيشه، فهمتي هذه اللي كنتفرج فيها. تبارك الله. فهمتي الله يحفظكم، الله يجزيكم بخير. احمد تبارك الله. الله يبارك فيك سي ابراهيم، كلشي بخير مزيان بخير. طبعا هذه اضافه جديده الانسان، هذا الافلام اللي تيجيو تيتصوروا هنا في المغرب، عندنا الحمد لله الدنيا غزاله والمدينه العتيقه نبني الترميم ديالها وقاع الترميم ديالها، وهذه الحمد لله السياح كثره، وعاد الافلام عاود تعطيها اضافه جديده،
وثقافه والله يسخر والله يجيب زهل وتيزي. يعني ملي كيتصوروا الافلام في طنجه تماما يعني تماما اضافه جديده مع تتبارك الله عليها رجعت زهره وورده بفضل الملك ديالنا محمد السادس عز الله ونصره فهمتي زعما ما واحد شي ما يتصورش بخير ونطلعوا على الله خير يكون جميع المدن في مثل مدينه طنجه ان شاء الله باذن الله. تبيعوا شركه تتحرك باذن الله تتحرك تتروج تماما اللهم يتحم الحمد لله الانسان هي ماشي هي ماشي الانسان هو تقدر غرض اللهم يتعامل مع ديالنا مع دي السياح مع كذا اضافه جديده تماما تماما شكرا الله يرحم السي ابراهيم الله يطول الله تبارك الله عليك حموتك بمرتي بحفظك خي يحيى غادي نقول لك دابا انا عارف في وسط مدينه قديمه دائما كيتمثلوا الافلام اييه من ناحيه ما كيتمثلوا الافلام واش كتشوف شي بيع وشرا كيتحرك ولا كتبقى الامور عاديه دابا طنجه تشهرت يعني الناس السياحه تزادت و تزادوا دخلوا الناس وكذا والحمد لله الحركه ماشي كتزيد ان شاء الله الحمد لله يعني بيع وشرا موجود ديك الازمه اللي كانت الحمد لله كثر الاضرار خلاتها كورونا وكذا دابا الحمد لله ولات كتنفس الدعوه شويه شو اما بين امتي ربي كفى حديث وملي كتكون بحال هذا محركه كتغلي ولا كتبقى الثمن هو لا الثمن كيبقى هو الانسان كيدير زياق ديالو عاود بالحلال فهمت يعني كل واحد وله حساب البيع ديالو دابا كاين اخر كيبيع بالثمن مضوب للسياح وكذا حنا ما كنعملوش ديك الشيء فهمتي حنا كنحاولوا قد ما امكن تي واحد الصوره مزيونه على المغرب تبارك الله عليك فهمتي كنقدروا نزوقوا وكذا تي الصوره مزيانه واصلا السلعه يعني بحال يدي المغرب بحال يدي الكاوري ما كاينش شي فارق فهمتي حيت اصلا جبتها وغليتها لي عندك في شي ديك لاريفي كنصدق مدبر بيها هذه هي لا الله يعطيك العافيه اودي هادي مزيان بخير اودي هادي مغزل خي عدنان مرحبا بك في طنجة وخاطر الدراري ضربات كاملين مرحبا بكم الدراري تبارك الله خي مدينة قديمة واعرة قوديالي مناظر خلابة تبارك الله كنشكروا الناس ديال طنجة وكيفاش جاوك الناس ديال طنجة؟ لا تبارك الله تعامل واعر صلى الله ونبع عدنان تبارك الله عليك اخا وديالي مرحبا بك الله يحفظك داود تبارك الله الله يرحم والديك ابراهيم اخي خي داود دابا نتسنى ولد المدينة بيني وبينك ملي كيتمثلوا الافلام في طنجة شنو كيكون الاحساس ديالك؟ الاحساس ديالنا مزيان هو باش كيزيدوا يعرفوا المدينه ديالنا والاثار اللي عندنا مدينه قديمه وهذه والمناظر اللي عندنا فهمتي اجي نقول لك دابا نسينا في ولد مدينه قديمه عمرك ما تسلتي بشي فينا لا والو ما تسلتش شحال هذه فواحد فحال برنامج فحال ديك شغل ديال امودو فهمتي كنتصور هنايا بابحر فهمتيني قالوا لنا ديك شغل ديال الجلابات وهذه بحال ديك شي قديم زعما فهمتي يعني ملي كيجيو كيحركوا مدينه شويه حتى الشباب كيسحروا كيحركوا ضروري ما يبقاش مدينه بطاله وهذه فهمتي فحال دابا تينا عارف دابا اللي كاين مدينه شويه مروج دابا السياحه عندنا هنايا والاوتيلات والريستورانتي بنادم دابا كيجي براسو عيب فهمتي وهذا داوود مغزل داوود وجد راسك مشي وتجيب اخر ضروري ابراهيم الله يرحمك الله تبارك الله الله يرحم باب الموضوع اللي عندنا اليوم واش ما كيجيوش يمثلوا الافلام في طنجه الشباب المدينه قديمه واش كتحرك شويه عندهم باختصار واش ماشي نقول لك الحبيب ديالي كيجيو كيمثلوا هنايا كيقول لك خصنا مثلا شي 50 واحد مثلا كيجيبوا بنادم كيصبروه كيصوروه تشرك 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 صافي اسم ديالك كذا العالم من هنا يومين ثلاث ايام نعيطوا لك كتسناهم يعيطوا لك ما كيعيطولكش علاش كيدخلوا معاهم السمساره السمساره كيجيبوا الناس ديالهم هما ديك الناس ديالهم شنو هما الناس اللي مثلا غيخدم هو ب 300 درهم غيقول له شو 200 درهم ديالك 100 درهم انا عطيتها لي ليلي حيت انا اللي دخلتك نخدم على هادشي فين كيوقع سلا بعيده لا هذا بيع وشراء معلم ديالك كيغناو هي بعيده فهمتيني يعني الشباب ديالنا ما يكذب عليك حتى شي واحد هادو من المدينه ولا حتى شي واحد ما كيخدم فيهم الخاوه ديالك يصوروك ويعملوا لك ويفعلوا لك في الاخر يقول لك دابا نعيطوا لك وانت سبق لك ما تسلتي بشي فيلم تسلت عييت من متسف الافلام بحق الله العظيم كنت ستيتو شمن في العمر ديالي كانت كان جا فاندام من هنايا فاندام كان جنب بحر مثل بحر نخدمنا معاه الله يسمح لنا كنا كنسرقوا محاباق وكذا ما كانش كيدينا باي ديالنا حتى هو كان رطله هذه هي شحال كان العمر ديالك العمر ديالي نقدر نقول لك شي 11 عام دابا 33 عام دابا 33 عام انا هنايا واقف هفاينه في الحومه جا عندي واحد خانه قال لي خي معاد مثل قلت له شنو يعني مثل ماشي يعني مثل قلت له ما تقوليش يعني مثل قول لي غتخدم اما ممثل باش تكون ممثل شنو خصك واحد بلعه واحد بلعه بالمكياج واحد بلعه كذا قال لي لا تاو دابا عندك الشعار وكذا تاو عاد توقف عيصورك وكذا عيطوا لك كذا تاو تحرقت واخا ما علينا مشيت تبعتهم عاودت معاهم خانه
قال لي جيتي جيت الخا قال لي وقف مع الحيط وقف مع الحيط قال لي كتب لي واحد اللوحه ها قال لي شبر هذا قلت له شنو هذا ندخلوا للحبس ولا المهم شبر هذيك اللوحه هذا صورني كذا قال لي تينات تحتاج كنعيطوا لك قلت ماشي بحالك قايت لي اجي عندك بولينات كسوه د الماء قلت له دابا فيها تا بولينات كسوه د الماء قلت لي ارتيستا دابا كتقول لي بولينات كسوه د الماء فمرضي اخا ما تلاقيش يهضر معايا نيشان قلت له انا ماشي بحري انا جيت نخدم قف سكوريتي مثلا شي كروسة هيدا مماتي جايز وانا واقف كنبيع ولا كنعمل شي حاجه واش فهمتيني اما تقول لينا بولينات ولا كذا قلت له انا ما عنديش مع بولينات في الشتاء وما كنلبسو لشي خا قلت لي تينا بولينات السلام عليكم تبارك الله عليكم الدراري ديال الله يرحمك ديالك الرجال ديالك ودابا غادي نشوفوا يحيى خي يحيى تبارك الله الله يحفظك سي ابراهيم بارك الله فيك خي يحيى طنجه الحمد لله كتروج هالافلام الحمد لله تزور طنجه ولا هضرنا على الساندويشات واه الساندويشات موجودين اخي ابراهيم يعني كاين شي رواج لا كاين الحمد لله كاين الحمد لله الرواج الحمد لله كاين رواج مدينه هنا كاين رواج الحمد لله دابا من بعد ملي كيجيو تمثلوا الافلام هنايا واش كتبان شي نتيجه على ديك الافلام بعد الناس كيجيو يزوروا طنجه لكن ولا ما كاينش شي فرق بحال لا 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 لا, لا كاين فرق لا كاين فرق الحمد لله بالنسبه لهذا الفيلم هذا اللي جاز الاخراني كاين امور دابا تحسنت امور مزيانه يعني كيجيو الناس مره نعم الاغلبيه كيجيها من الداخل وكاين الناس على كيجيو على برا عاود فهمتي ولا الامور مزيانه الحمد لله اخي ابراهيم الحمد لله صلاح حدك سي ابراهيم اخي الله يحفظك وهنا كنسني هذا الفيديو ديالنا واللي غادي نقولوا اي واحد زار طنجه مرحبا بك عندنا في طنجه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد